بس طولش وجهي حل عني ايش عم نصور هيجو طيب يلا تعالوا بندخل ابو محمد اخي يومين نعم معنا رائف ابو صالح كنا اخ رائف شو صار عندك الليلي والله انا بالبيت و قاعد عم بحضر تلفزيون سمعنا صوت رصاص طلعنا نركض نزلنا على الشارع فكان لقينا طلع 7-8 رصاصات على الشارع ضبيناها تخرفنا تسلينا ضحكنا شوي وطلعنا طلعت انا كل واحد روى على داره الصبح فتحت مرتي راحت زياره عند اهلها فانا راحت زياره ما نمتش بغرفتي النوم كنت بالصالون احضر تلفزيون الصبح فقت بدي اعطوا لوعيال بس تفاجأت بالمنظر الحلو يعني عدد من الرصاصات اخترقت النافذه الازاز 4 رصاصات اللي اخترقوا الشباك الحمد لله ما في اصابات لا الحمد لله في لك اعداء خائف ما ليش اعداء طبعا الشرطه كانت موجوده هنا الشرطه اجت و انت تعاونت معها لمعرفه الشخص اللي انا يعني بقدر اقول اني عارف ان الاشخاص و نعم اذا مفكروا حالهم شاطرين يعني وحدين رايحين نصلن ما بتامل الشرطه تصلن قبل ما انا اصلي خيرا شكرا لك